قضية اسم عبد المجيد هناك جانب في هذه القضية قد يكون غامض. أثناء لقائك بعبد المجيد وهذا شيء غريب فعلا أنت يمكن لاحظته، جلدت الصحافة هذه التجربة جلدا وكأنها جريمة، ثم فجأة افترق خالد وعبد المجيد استجابة لهذا الجلد، وإذا بهذا الجلد ينعكس وين خالد الشريف عبد المجيد السؤال، وهو مستقى من قضية ومداخلة طرح الحمد. لن يحل هل الفراق أو الابتعاد كان بسبب هذه الحملة؟ وإذا كان كذلك، وإذا كان الحملة كل هذا التأثير، فلماذا لا تكون الحملة المعاكسة الآن لها نفس التأثير وتعيد خالد لعبد المجيد أو تعيد عبد المجيد لخالد إن أصح الكلام؟ أولا مشكور يا محمد يا أخوي، أنا لم عبد المجيد لم يخذلني ولم أخذل عبد المجيد، ولا حصل بيننا ما يشبه الخذلان ولا هم يحزنون، احنا اصدقاء وحميمين وتجربتنا الاخويه مستمره عفوا. لكن جلد الصحافه التجربه هذه حقيقه فعلا، وكانت كثير مؤثره على عبد المجيد في فتره من الفترات، ما اعتقد الان عادت مهمه، لانه عبد المجيد رجع مثل ما يقولون المصريين سعودي قوي، وكانت الصحافة تلح على هذا الجانب. اي احنا انا تجربة مثل تجربة الفنان محمد عبده تجربة ما هي ملك السعودية، اصبحت ملك اجيال كبيرة في العالم العربي. انا بودي ان تكون تجربة عبد المجيد ايضا تجربة ايضا على المستوى العربي، لانه شخصية فنية وعنده من الإمكانيات ما يجعله من أبرز الفنانين في هذه المنطقة. كانت بعض الدعوات اللي أنت يا عبد المجيد ارجع إلى دارك، ارجع إلى عشك، ارجع إلى ملحنينك، ارجع، هذه كانت دعوات فيها ضيق أفق. أنا أعتقد أنها كان فيه ضيق أفق، وإحنا مثل ما قلنا في حديث يعني قبل الفترة بسيطة الآن، إنه السعودية انتبادنا جميعا، يعني إذا نجيب مواد غذائية ونجيب مواد اقتصادية، وإذا نتعاطى سياسة مع بعض واقتصاد وسياحة مع بعض وسياحة ليش يا أخي ما نتبادل فنيا؟ أنا عندي شيء ينفع لعبد المجيد، لأحمد، لمحمد، ليش لا؟ هو عنده شيء ينفعني، ما هو كان عنده شيء كان فوته ينفعني أكيد، يعني أنا عندي ألحان أبغى بعد واحد يغنيها بطريقة ما. فأنا أعتقد أنه هذه كانت دعوات ضيقة، يعني أفقها ضيق، أرجع يا عبد المجيد وأرجع وأرجع وأرجع، ما أعتقد كانت مهمة. طيب أبو دارين، يعني تجاوزا لهذه القضية ويبدو أنه طرحناها كثيرا، ولكن أضفت لها حسمتها وأضفت لإجاباتك السابقة